محتاجين ايه؟ محتاجين كوبايتين دقيق منخول، نص كوباية كاكاو خام، كوباية زبدة على زيت، كوباية حليب، 4 بيض، كوباية سكر، معلقة صغيرة ونص بيكنج باودر، ربع كوباية مية سخنة بتغلي، ونص قالب شوكولاتة خام. تمام، أول حاجة كده خلينا نبتدي فيها إنه نحط الشوكولاتة اللي احنا بشرينها، الشوكولاتة الخام، على الزبدة. في الحالة الطبيعية بتاعتنا احنا في البيت، يا إما بنعمل لها بقى حمام البخار، يا بنحطها متغطية في المايكروويف لمدة 20 ثانية، ونفتح بعد 20 ثانية نقلب ونغطيها تاني لو فيها اي كتل او اي حاجة. عايزين نطمن بس هي هنا الزبدة هتسيحها ولا لأ عشان اعرف ايه اللي هيحصل. طيب ممكن حد يحطها لي مايكروويف؟ انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل زي ما بقول لكم كده، هحطها في المايكروويف علشان تسيح بقى خالص. هنحطها كده عشان ما حد يجي ياخدها وانتوا ما تشوفوهوش. بصوا لي بقى هنا، خليكم معايا. يلا خدوها خلاص، هحطوها في المايكروويف. يلا بينا، هنحط البيض. اول حاجه زي ما احنا متعودين بنحط البيض مع السكر. ادي اول بيضه، تاني واحده. قلنا ليه بنعمل كده؟ بيضه بيضه كده، ما بنحطهمش على بعض علشان لا قدر الله وخصوصا في الحر البيض بيبقى مش كويس، فما نبوظش كل البيض اللي عندنا. لو طلعت واحدة مش كويسة هقدر ارميها دلوقتي، لكن لو نزلت رابع واحدة على التلاتة اللي انا حطيتهم هنرمي كل البيض. اشتروا دايما بيض فريش من السوبر ماركت الكبيرة اللي بتبقى عندها تكييفات او كده، لانه البقالة الصغيرة او السوبر ماركت الصغير ما بيهتمش بموضوع البيض وبيفضل سايبه على الرف، ودي اكتر حاجة بتضايقني وخصوصا في الحر. الكيك ما بيتعملش ببيض بلدي ابدا 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 ابدا، احنا بنبقى محتاجين بياض البيض. فبالتالي دايما اختياراتنا للبيض اللي هنعمل بيه اي كيك وهو البيض الابيض او الاحمر، ويكون كبير، لارج اج دايما يقولوا في الوصفات كده، البيضه تبقى حجمها كويس عشان احنا محتاجين البياض لرفع الكيك. هنعمل كده، هنحط دلوقتي السكر. حطينا البيض على السكر وهنضرب كويس قوي. بالراحة جدا البيض والسكر بيتضربوا. مفيش فانيليا، بس لو حابين تحطوا فانيليا مفيش اي مشكلة. لو عايزين تحطوا بشر برتقان مفيش مشكلة، بس دايما الحاجات اللي بالكاكاو والشوكولاتة ما بيبقاش فيها ريحة بيض، فاطمنوا فمفيش مشكلة. خلينا نحط دلوقتي واحدة واحدة الصوص بتاع الشوكولاتة اللي احنا عملناه، اللي هو
الشوكولاتة على الزبدة وسيحناها في المايكروويف بالراحة. هننزلها هنحط البيكنج باودر على الدقيق هنرفع كده نشيل بقى الكيك من هنا ونعمل كده دي الخلطة الأولانية علشان ايه نحط عليها بقية المكونات. مفيش مشكلة بقى من غير مضرب ومن غير عجينة ومن غير اي حاجة عادي جدا. ادي الدقيق على البيكنج باودر كده يلا عايزين بقى دلوقتي نضرب الكلام ده. فكرتني بقول لكم انتوا عايزين مني. لا يا استاذ حمدي ما اقدرش. عايزين نضرب كده الخليط بالشكل ده. هننزل البراونيز بعد الكيك اللي احنا بنعمله دلوقتي صح كده؟ شكرا يا فندم. اللبن معانا ويبقى لبن دافي هنحطه كده. انا بس ايه ما رضيتش اعمل كله في العجينه عشان تبقوا شايفين التفاصيل واحده واحده. لما نيجي نستخدم قوالب الكيك نستخدم دايما قالب فاتح. قالب فاتح يعني انا مثلا عندي قوالب جرانيت، لما اجي اشتري قالب جرانيت اشتري قالب جرانيت يكون فاتح. طب ما عنديش قوالب جرانيت، احلى حاجة في الدنيا القوالب الالومنيوم. فقالب كيك المونيا عايزة اقولك بقى يعني زي الفل بيطلع احلى كيك. بس في توزيع الحراره القالب الفاتح احسن كتير 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 من القالب الغامق، مش هيحرق لك الكيك خالص. وطبعا ننقي الالومنيوم الثقيله، ننقي الجرانيت الثقيل زي ما احنا شايفين كده. ده القوام بتاع الكيك. القالب ايا كان اي قالب هتستخدميه وخصوصا القوالب الجرانيت شوية بتحرق او شوية بتدي طبقة ناشفة قوي وبتبقى ميلة الى انها تحس انها محروقة حتى لو هي مش محروقة. علشان نحس ان الموضوع ده خلاص نعديه خالص ما يضايقناش، حاجتين لازم تعمليهم. اول حاجة القالب يتبطن زي ما كنا بنبطن زمان، نبطن بزيت وحبة دقيق، نبطن بسمنه او بزبده وحبه دقيق. يعني نحط وانا بكلمكم كده ايا كان نوع القالب. تاني حاجه الرف يبقى الرف اللي في النص، الرف اللي في النص مش اللي اقرب للصاجه، لا الرف يبقى في النص، دي حاجه مهمه جدا. طيب هحطه في ايه؟ هحطه في صاجه او في صينيه برضو، مش هحطه دايركت على الحرارة. توزيع الصاجة او توزيع الصينية الالومنيوم هيبقى هايل، زي درجة الحرارة هتبقى 190 180 على حسب فرنك. زي ما احنا شايفين الاشكال بتاعة الكيك
القوالب بتاعت الكيك بتبقى عامله كده، فبالتالي في حتت بتاخد حراره اعلى من الثانيه. التوزيعه دي اللي انتم شايفينها، التجزيعه دي، الاشكال دي بتاخد حراره اعلى من الثانيه، فبتدينا لون اغمق، او يعني مش عايزاه يبقى محروق قوي، عايزاكم دايما تحطوه في صاجه او في صينيه تكون ما فيهاش حواف. عارفين صينيه البسبوسه او الصاجه العاديه خالص دي، تتحط فيها هتوزع الحراره كويس جدا على تحت. هندخله في الفرن، هنطلع فاصل وانا هدخل الكيك طبعا دخلت الكيك الفرن وطلعت لكم الكيك من الفرن اهي، شفتوا؟ ولا سحر ولا شعوذه، مفيش وقت طبعا، فكنت عامله واحده قبل الهوا، الثانيه دخلت في الفرن. عايزين بقى نعمل لها صوص سريع كده لطيف وظريف. نسيح معلقتين زبده، هتلاقوا معلقتين الزبده قد ده بالظبط، يعني خدت مكعب، ايوه فعلا قد ده. وهحط على الزبده دلوقتي معلقتين من السكر الباودر، على كاكاو خام كده، على شويه لبن او كريمه زي ما تحبوا، نعمل كده. كيكه الشوكولاته بالذات نحط كمان مكعبين كده من الشوكولاته الدارك. كيكه الشوكولاته بالذات بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على جوده المكونات، اللي هي اللي انا مثلا شغاله اللي هو الكاكاو اللي نوعه حلو، نوع الشوكولاته اللي انا جبتها حلوه عندي، ممكن مش شرط شوكولاته دارك على فكره، ممكن تستخدموا شوكولاته بالحليب على ده على ده مع الكاكاو وكده تدي طعم حلو. فهي دايما معتمده كل كيكات الشوكولات، الشوكولات كيك، الكيكه اللي بالشوكولاته كلها معتمد على جوده المكونات. ننزل دي كده ونجيب مضرب ونسيح بيه. صوص شوكولاته سريع جدا عشان نحطه على الكيك، حبه لبن او حبه كريمه، على مكعبين من الشوكولاته الدارك، معلقتين سكر باودر او عادي سنترفيش مفيش مشكله، سنترفيش مفيش، بقول شعر. يلا نقلب بقى كويس كده الصوص ونخليه يندمج مع بعضه، نحط الصوصيره ونحطه على الكيك. بصوا مفيش ولا نشا ولا اي حاجه، زي الفل. ممكن تعملوه كمان بالشوكولاته البيضه، بيبقى لطيف جدا وظريف هايل. يلا عشان نقدم. طيب احنا علشان كنا كاتبين في المقادير بتاعه الكيك على الميه المغليه، الميه المغليه احنا كنا هنسيح فيها، هنعمل حمام الميه للشوكولاته مع الزبده، بس دخلناهم في الميكروويف فده كان البديل. زي ما بقول لكم، يا بنعمل حمام ميه مغليه فنحط كده ونبتدي نقلب، يا لو ما فيش خلاص احنا بنحط في الميكروويف وخلاص زي الفل. بصوا بقى الصوص، عايزين الصوصيرة، فين الصوصيرة؟ اهي. يلا دلوقتي بقى عايزين كمان نقدم الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها النهاردة، بس تعالوا بصوا الصوص تقيل من غير ولا نشا ولا اي حاجه، تعالوا بقى ايه نقدم ديل كده الاول. يلا يلا الكيك تبقى بردت والصوص سخن مفيش مشكله، بس مش عايزه احط كتير علشان شكلها ما يروحش. الصوص بقى بزياده للي حابب يزود. انا حاطه روزماري بس، الكيكه مش مزرعه ولا حاجه، ممكن تحط ورد بقى. يلا